ما بتفرق إذا كانت غنية أو فقيرة. الرجال ما بيحبوا النسوان يلي بيكونوا قوايا وبينكدوا عليهم على أصغر شغلة. صادقة، كأنه عم تحضري كتير مسلسلات. كوني قوية بس بيني لهم العكس، كوني رومانسية بس لا تكوني متعاطفة، كوني ذكية بس مو أذكى منه. أصحك تعبتي لي أعصابي، وكأنه الرجال اللي بحياتي ما بينعدوا. ايه على مهلك، ايديكي مثل السحر عن جد، والله ريحتيني وفك التعضيل. حتى للحظة رح انسى هديك البنت الشفار. لا، النسيان ممنوع، رح نتخلص منها، رح نخلص عليها. اللعبة كتير سهلة، لعبة الفار المتخبي. وشو هي؟ تنفخي كتير عليها لتدفى، وهيك منقدر نخدرها منيح. انتي بتضحكي بوجهها وبنفس الوقت بتحفري لها من ورا ظهرها. مثلا بتعامليها كتير منيح، خصوصا لما تكون مع السيد باريس. الفكرة بتجنن، دائما جيبي لي هيك افكار حلوة. اهلا وسهلا سيد باريس، في شوية ملاحظات لازم خبرك ياهن. ليكن اجوا اجوا صادقة. لا تنسي لا تنسي، اجت منافستك، خلينا نعلمها حجمها. بتصفقيها الجمل الحلوة من كل جهة، وبعدين فجأة وقدام الكل بتقدمي وبتضربيها الضربة القاضية بشكل كتير حلو. نفس عميق، كتير حلو كتير حلو. تمام، ممتازة صادقة. شوفيني، شايفتك. أهلا وسهلا، كيف كان مشواركم؟ كان حلو، سيد سميح بده يشتغل معنا. ممتاز، لكن أنا لازم أعتذر من أصلي، وكمان لازم أتشكر على اللي عملته. يعني بالنهاية كل تعصيبي منك كان لأنه كنا رح نخسر موكلة مهمة، وهلأ لازم أتشكرك لأنه خليتيها ترجع لعنا. وشغل المحامين أنهم يكونوا عادلين بشغلهم، مو هيك؟ يعني كتير منيح إنك حكيتي مع برنخانو. شكراً إلايدا خانم، عن جد رح أخد شوية أغراض وأطلع، منحكي بكرة ومنحدد شو رح نعمل. تمام، روحي. حبيبي باريس، عم قول شو رأيك إنه نعزم أصلي على العشاء كنوع من الاعتذار حتى تسامحنا؟ ما في داعي، يلي قلتي كان بكفي. يعني أنت هيك بتقول؟ شو بيعرفني؟ فكرت كتير بيلي قلت لي يا أنت، وانتبهت إني ظلمت للبنت كتير. خليني أحكي معك بصراحة، خفت تكبري الموضوع أكتر من اللازم، وخفت إنه أصلي ما تكمل معنا بالشركة، بس أنت تصرفتي بوعي، شكراً. باريس، أنا كتير بوثق بكلامك وآرائك، يعني بالنهاية أنت حتى أذكى مني. أنا شخص ما نوع عاطفي، بس كمان عندي مشاعر، بين مرة قوية بس من جوا كتير ضعيفة. فهمتك، لكن بشوفك يا شريك. تمام، غطيها. اول خطوه نجحت، وهلا رح نكفي بالجوله الثانيه. ما عاد عندي صبر لحتى اشوف وجه للبنت كيف رح يكون. موت ورده الحي الشعبي، موتا كثير قريب كثير قريب. صديقه، انا مثلت لدرجه يلي رح يشوفني رح يفكرني اني بشتغل ممثله. ممتاز. تصبحي على خير باريس بيك. بصراحة أنا بدي ورجيك شي. بتورجيني بكرة، كتير مهم. يعني أصلاً هو كتير قصير، ما رح ياخد من وقتك، يعني إذا بدك ورجيك يا هون فوراً. بما أنه مهم هالقد، تعي نفوت لجوا. بابا شوفني كيف رح أحكي، ماشي؟ الضوء الأحمر رح يشتغل. هاي مو شيشك؟ يلا حبيبتي
بلشي. مرحبا، أنا اسمي شيشك، بنادوا لي تشيشو، لقبي هو النحلة. أنا بدي أقول لك شغلة، رحنا اليوم على المصفى وفوتوني هنيك بقلب مسبح، وهنيك قالوا لي إني رح أقدر أمشي بأقرب وقت، وأنا كتير فرحت. وعمتي قالت لي إنك لقيت لي الدكتور لأنك شخص كتير طيوب، ولهيك أنا بتشكرك كتير. يلا باي، يلا انتبه على حالك. بابا استنى، أنا بدي أقول شغلة صغيرة لعمتي. يا سراج الليل، أنا كتير بحبك. وأنا كتير بحبك يا نحلة عمتك أنتي. هالبنت مهضومة، سلميلي عليها. طيب بيوصل. تعرفي، حابب شوفها وش لوش وسلم عليها شخصيا. ممكن طبعا، حتى شيشك كتير رح تفرح بشوفتك. مع أني ما عملت هالشي الكبير يلي بيستحق الشكر. طبعا عملت، لازم تعترف بهالشي. امسكي هاد خليه معك. هاد مفتاح بيتي للحالات الطارئة. تصبح على خير. تلاقي الخير. باريش بيك موافقة عفترة التدريب. برأيي ما ضل شي لأتدرب عليه، نحنا شفنا بعض وشفنا الشغل. إذا كنت موافق طبعاً أنا بدي هذا الشغل. أنا بعتذر، يعني لما أعطيتني مفتاح بيتك. المفتاح مشان ما تنطري الصبح. أنا استعجلت، تصرفت بتهور، لو سمحت اعتبرني ما حكيت. أصلي
في سبب وراء هالحكي؟ لحتى أخذتي هالقرار؟ كيف يعني؟ ما بعرف، وضع أو شخص، يعني لحتى قررتي أنك تضلي. لو سمحت انسى يلي قلته، ما أنا مهم. Thank you.